الفم، نحمده بالقلب قبل اللسان، ونعوذ بنور وجهه من فتنة المال والجاه والسلطان. سجد له كل شيء، والشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لكل الشرائع والأديان، الساقي لأمته يوم القيامة إذا نصب الميزان. فصلوا عليه فإن صلاتكم من الله أمن وأمان. فأين الموحدون بالله؟ وحينما أعرف بالحبيب محمد ومعه سيدنا جبريل إلى السماوات العلى، فأول سماء السماء الأولى خبط سيدنا جبريل فقال: من بالباب؟ فقال سيدنا آدم، من بالباب؟ فقال جبريل: وبصحبته الحبيب محمد. سيدنا جبريل خبط من أول سماء قاعد فيه سيدنا آدم، فقال سيدنا آدم: أهلا ومرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. شوف يا أخوان، سيدنا آدم اللي دعاه بالصلاح فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لما يكون ولدك صالح تتشرف به بين الخلائق، فسيدنا آدم بيتشرف بسيدنا النبي. أهلا ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فدعا له بالصلاة. وفي السماء الثانية قابله سيدنا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فقال سيدنا عيسى: أهلا ومرحبا بابن الخالة. ودعا له بالخير والصلاح. وفي السماء الثالثة قابله سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف قد أعطي شطر الجمال، يعني نصف جمال الكون قد أعطي سيدنا يوسف. وبرغم ذلك حينما رآه النسوة قالوا إنه ملاك من شدة الجمال، كان جمال يفتتن لما النساء تشوفه يفتتن بجمال سيدنا يوسف، فما بالك بجمال سيدنا محمد الذي أعطي الجمال كله. جمال سيدنا محمد رب العزة كساه بالكمال، عشان ما فيش امرأة تفتتن به. أما سيدنا يوسف لم يكسيه رب العزة بالكمال، أعطي شطر نصف شطر الجمال فأفتتن. سيدنا محمد أعطي جمال الكون كله ولم يفتتن، لأن رب العزة كساه بالكمال. يعني لما كان النسوان يشوفوه كان بيتهاروا من المنظر بتاعه، فلم يفتتن جمال سيدنا محمد. وخبط على كل السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة، فقابله سيدنا إبراهيم وهو مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور مثل البيت الحرام في الأرض، ورب العزة بناه لسيدنا إبراهيم. فقال له: كما بنت لي في الأرض بنت لك في السماء، فإذ ظهرك يا إبراهيم كما تدين تدان. استدار فين؟ على البيت المعمور. البيت المعمور فيه الكعبة في السماء، يطوفون حوله ملائكة. إذا دخلوا، يعني الملائكة اللي بتدخل في اليوم لم تدخل في اليوم الثاني، يعني كل يوم بتدخل ملائكة جداد، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. وهنا في هذا المكان سيدنا جبريل قال له: في هذا المكان يترك الخليل خليله. انا لغايه هنا ما بقدرش اعدي، انت تعدي بس انا ما اعديش.
لأن أنت نور ورب العزة نور، فالنور يخترق نور. أما أنا إذا تقدمت احترقت بأنوار الكمال. سيدنا جبريل بيقول لسيدنا محمد أنا لو عديت من سدرة المنتهى هحترق من النور بتاع المولى عز وجل. أما أنت يا رسول الله فأنت نور ورب العزة نور، فالنور يخترق نور. والحضور صلى الله عليه وسلم فقال له في هذا المكان يترك الخليل خليلا. وحينما وصل إلى سدرة المنتهى أراد الحبيب محمد أن يخلع عليه، فقال له رب العزة ولماذا؟ فقال له كي لا يقال لي كما قيل لعيسى، كما قيل لموسى. سيدنا موسى قيل له اخلع عليه، فقال له إذا كان سيدنا موسى قالك فأنت المطلوب، أنا اللي طلبتك وأنا اللي دعيتك فادخل من عليك، وإذا كان سيدنا موسى محب فأنت المحبوب، وأنت الحبيب وأنت المحبوب، فتقدم يا حبيبي يا رسول الله. وسلم الحبيب محمد على ربه، وأهداه رب العزة هدية لم يهديها لنبي من قبل ولا نبي من بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة. وقد نزل بها، وحينما فرضت الصلاة على الحبيب محمد وعلى أمة الحبيب محمد فرضت 50 صلاة. فسيدنا محمد قال أمتي ضعيفة يا رب لا تستطيع ذلك. فرب العزة أراد أن يخفف إلى أن وصلت إلى 5 صلوات، فقال له يا رسول الله 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. يعني اللي يصلي خمسين تكتب له 50. يعني هدية أهداها رب العزة للحبيب محمد، فمن بنا يعمل بها بهذه الهدية؟ الكل يتهاون في هذه الهدية اللي هي الصلاة. تعالوا شوف في صلاة الجماعة كم واحد، تعدهم على الأصابع، وهم اللي بتشوفهم في الصبح، هم اللي بتشوفهم في الظهر، هم اللي بتشوفهم في العصر، هم اللي بتشوفهم في آخر الوقت، لا بيزيدوا ولا بينقصوا، متعودين على كده. والثلاثة أربع أنفار ما فيش غيرهم. الهدية أهداها رب العزة للحبيب محمد، ونحن نستهين بها، ونحن لا نعمل بها. فالصلاة هي أول ما فرضها رب العزة، فرضها 50، وقال له من صلى 5 كتبت له 50، يعني 50 في الأجر و5 في العمل. فلا بد وأن لا نتهاون بالصلاة، لأنها الفرق الذي بيننا وبين اليهود هي الصلاة. يعني الفرق اللي بينك وبين الكافر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ضمن المفروض يعني. فالصلاة هي عماد الدين. وحتى لا أطيل عليكم، في الجمعة ساعة إجابة، فارفعوا أيديكم معي في هذه الساعة لعلها أن تكون هذه الساعة هي ساعة إجابة.